بالفقرة الطبية اليوم رح نحكي عن الجهاز الهضمي والكبد. طبعا دكتورة ميسم عكروش أخصائية جهاز هضمي وكبد هي رح تكون ضيفتنا اليوم. بس أهم شيء بدي أحكي إنه الدكتورة ميسم هي أول دكتورة أنثى أردنية تحصل على الدبل بورد في الجهاز الهضمي والكبد في الأردن، وهذا طبعا مفخرة للأردن. شكرا لك، الله يخليك. كيف حالك؟ يا هلا فيك. طب كيف أعطوك هالدبل بورد؟ كيف حصلت عليه؟ يعني أكيد بعد تعب وجهد. يعني هو خلال التدريب إحنا عملنا الباطني بالأول، وأخذت بورد الباطنية الأردنية وأخذت البورد البريطاني الـ MRCP، وبعدين دخلت في سلك التدريب بجهاز الهضمي والكبد. كان يعني خيار إنه شغل شوية صعب وممكن الواحد يتنادى بالليل، بس كان جميل جدا وكان تحدي حلو. وبعدين أخذت البورد الأردني كمان بالجهاز الهضمي والكبد، وأخذت الزمالة البريطانية جديد كمان شهادة فخرية لناس يعني يختاروا من دول معينة. والحمد لله هيني بشتغل وماشي الأمور، يعني مش شرط تكون بس للرجال. أكيد لا، يعني ليش على طاولة الطب اللي موجودين بالأردن مش حاصلين عليها معهم. وفي عنا طبيبات، عنا أعداد كبيرة، لكن أكيد بدها هادي واحد يكرس وقت، بدها وقت وبدها جهد. وبدنا عنا هلأ بكل التخصصات صار في صبايا وطبيبات ومبدعين زيهم زي الشباب، والحمد لله. الحمد لله، يعني الحمد لله. هلأ في أعداد كبيرة عم تتدرب كمان بنات، وإن شاء الله الله بيوفقهم جميعا إن شاء الله. الله يخليك. دكتورة تحكي لنا عن فوائد الصيام للناس اللي بيعانوا من أمراض جهاز هضمي وكبد. هلا أول شيء إحنا بدنا نقول كل سنة والناس سالمة، والموسم يعني هلا واشك على الانتهاء، وإن شاء الله العيد بيكون جميل وخير، وكل سنة والناس بصحة كويسة وسالمين. هلا لا شك إنه الصيام هو في شوية تريح للجهاز الهضمي بشكل عام، وتخفيف من التخمة. وإذا الواحد رتب الأمور ورتب كيف يتسحر ورتب كيف يفطر من غير ما يبالغ بالتخام ومن غير ما يبالغ بكثر الأكل وبعجق الأنواع المختلفة. هلأ صحيح أنه زي ما هو مريح للجهاز الهضمي أنك تريحه، هو كمان بيخوف في بعض الحالات. يعني إحنا زي مقسم المرضى بنقدر نقول في ناس بالعكس من مصلحتهم الصيام والتخفيف إذا ما بالغوا عند الإفطار، لكن في ناس كتير خطر عليهم. منقسم المرضى، خلينا نحكي إحنا الجزء الأول اللي هو مرضى الكبد. مرضى الكبد كمان بقول في مرضى تشمع الكبد وحالة الفشل الكبدي، وفي مرضى مجرد أشياء بسيطة بالكبد. النوع الأول هم النوع اللي بننصح بأنه ما يصوموا، لأنه الفترات الطويلة المتباعدة بدون سوائل وبدون غذاء خطر عليهم. ليش؟ لأنه الناس الطبيعية الكبد هو مخزن للسكريات، بيستنجد في الجسم في حالة جاع، في حالة تحتاج إنه دعم من هالمواد المخزنة الجلايكوجين، بيكسر وبطلق للدم. فالإنسان اللي كبده مش شغال أو مش واعي إنه يخزن هاي الكميات، لما الجسم بيحتاج مش رح يقوم بهذا الدور والمهمة الموكولة إليه. هلأ بنزل السكر، نزول السكر خطر كتير قاتل. يعني ممكن إذا تأخر الشخص عنده أعراض نقص السكر وجسمه بحاجة، وبيبلش يصير عنده صداع، بلش يصير رفة بالقلب، بلش يعرق، بلش يدوخ، يفقد التركيز. هذا الشخص إذا تأخر على هالحال بنقص كمان التغذية على الدماغ وممكن تودي إلى الوفاة. فهون إحنا بنقول هدول الناس خلينا نتفادى هاي المشكلة، وإحنا ننظم الوجبات بين فترة والتانية حسب الحاجة، ونعطيهم سوائل كافية حتى ما يتجفف الجسم. أما الشخص اللي خلينا نحكي حامل لمرض مصاب الكبد، عنده في شحوم بالكبد، مرتفع الانزيمات، ما اظن في خطر ما دام الكبد ما زال شغال. والجسم المفروض يتحمل، الجسم السليم يعني 12 ساعه تقريبا، يعني المفروض اذا ما في ارهاق، ما في عمل بالشمس، ما في تجفيف للعضلات، تكسير للعضلات، الجسم المفروض يتحمل هاي المده. واحنا رقم واحد السوائل، يعني بنهكل همها بهاي الفتره. طيب دكتوره كيف بنحضر الناس، نحضر المعده لشهر رمضان؟ هو المفروض يكون في نمط حياة سليم لكل الناس في طيلة أشهر السنة، يعني مش مفروض بس يكون برمضان، واللي هو المفروض يكون ابتعاد عن التخمة، ابتعاد عن الأكل الضار، تنظيم الوجبات بحيث تخلطي بكل المواد الغذائية، بحيث أنه نكثر من المواد الخضار والفواكه والصلصات والأكل المريح للمعدة. هلأ مرضى مثلا تقرحات المعدة والاثني عشر، هدول الناس إحنا بننصحهم كأطباء يأكلوا وجبات متعددة متقاربة، يعني كل ساعتين كل ثلاثة يأكل وجبات صغيرة سناكس، فهدول الناس مش رح يقدروا يصوموا ما دام عندهم القرحة النشطة. أما بعد ما تعالجوا، بعد ما صارت المعدة كويسة وطابت القرحة، بيقدر يرتب وقته إنه هو الصبح مثلا بده ياخد على السحور شغلة خفيفة، بده ياخد سوائل، بياخد دواء.
هلا خلال فترة النهار بيكون يعني صايم، بعد عند موعد الإفطار ببلش بالسوائل، ببلش بالشوربة شوي شوي، يعني بيبتعد، بيعمل فترات يعني معه وقت يعطي فرصة أنه أولا يستمتع، ثانيا تكون صحية الأمور من غير تخمة، نبتعد عن المقالي أو الأكل المزعج لمعدته، هو بيكون أعرف طبعا صاحب الشأن يعني الأكل اللي بزعجه يحاول يتفادى، ما يأكل قبل ينام يعني نحاول إحنا ساعتين ثلاثة ما ناكلش قبل النوم، خصوصا الناس اللي عندهم ارتداد مريئي، يعني نحاول ما نتعشى ننام أو نصحى نتسحر ونرجع ننام، لأنه لازم نعطي فرصة أنه المعدة تفرغ محتوياتها حتى ما يصير الارتداد المريئي، ونواظب على الدواء. هلا الناس اللي بيحتاجوا العلاج خلينا نقول 3 مرات باليوم في بعض الأمراض مثل القولون التقرحي، ممكن يعيدوا ترتيب العلاج، يعيدوا الترتيب بطريقة أنه بدل ما أخذ حبتين 3 مرات بأخذ 3 حبات مرتين على السحور وعلى الفطور، بس بده يراقب أنه الأعراض ما تكون نشطة، ما يكون في إسهال شديد، ما يكون في استفراغ، ما يكون عم بفقد أكثر من ما عم بياخد. في هاي الحالة بصفي لازم هو خلال النهار يقطع صيامه ويعطي حاله السوائل اللازمة والأملاح اللازمة حتى يتفادى الخطر. وأظن يعني الصيام في صحة أكيد أكيد. بضل إحنا كيف نرتب صوم وتصحيح، فالواحد صحيح، فأكيد في أشياء بتستفيد زي القولون العصبي أنت بتريحه، زي الناس اللي ممكن بيكونوا طول النهار مرهقين الجهاز، ما هو يعني زي أي شيء آلة ضل طول النهار شغالة حلو تريحها، ففرصة أن الواحد يرتب أموره وينظم حياته ويهدي هذا الجهاز شوي، يريحه من الشغل يعني. صح. طيب هلأ بخلص رمضان كيف بدنا نرجعهم لنمط الحياة العادية؟ برضو هن كمان أدرى في إنهم ما يرجعوا إنه كل بسرعة، وأهمها أول أسبوع طبعاً، أول أسبوع اللي هو أسبوع العيد والحلويات والأكل الكتير الواحد بدير باله، إنه يحاول يضل على النمط الغذائي الصحي اللي كان عليه، السلطات الشوربة تصير روتين، الأكل السليم اللي ما فيهوش كتير دهون، ما فيهوش جنك فود، ما فيهوش مقالي كتير، ما فيهوش تخمة ودهنيات، يأكل وجبات منظمة ويبلش نهاره بالفطور. يعني الفطور يمكن السحور برمضان هو السر اللي بخلي الحياة سهلة والعمليات الهدم والأيض والبناء تكون منظمة، فالفطور كتير مهم نبلش فيه ونشرب سوائل كتير، ناخد مي كفاية، الجسم برتاح، القولون ما بدنا نكثر كتير، عندنا نسبة كبيرة بشكون القولون العصبي، إذا بلشنا بالتخمة وعندها دولة معمول وعندها دولة شوكولاتة وشوية غدا هون يعني دفنتلي رح يرجعوا يشكوا كلهم، ومرضى القلب إذا أكلوا كتير كتير وكان عندهم شوي نقص تروية ممكن الدم يتوجه كله للمعدة، هيك بينقص على القلب الدم اللي هو حامل للأكسجين، بلش يجوا المرضى بذبحات صدرية، صدري بوجعني يعني بعد الأكل، عرقت بعد الأكل، فلازم نأكل وجبات صغيرة متقاربة أحسن من وجبة كبيرة وطول النهار عليها، أو نضل طول النهار من غير أكل ونأكل بكثرة نرهق القلب، الدورة الدموية والمعدة والقولون. قبل شوي قلتي إنه اللي عنده قرحة بعد ما تتعالج صار في إلها علاج القرحة الواحد بطيب منها؟ معلوم من زمان، يعني أنت بتأخذ علاج حسب السبب، حسب المسبب، هل هو جرثومة، هل هو حامض زايد، هل تتعالج القرحة بمدة يعني أقصاها 12 أسبوع المفروض بطلت إنه شغل واحد يعيش معها كل العمر، عندي قرحة بقدرش أكل؟ لا طبعا كان زمان الأدوية مسكنة، هلا الأدوية شافية بتعمل هيلينج، فالأدوية إذا في بكتيريا بتتعالج، إذا في حامض زيادة بتوقف إفرازه وبتمشي الأمور بعد 12 أسبوع وخلص البني آدم برجع يعيش حياة طبيعية، ببعد عن الدخان، ببعد عن أدوية المفاصل البروفين والفولترين والأدوية اللي بتخدش المعدة بتجرحها، المشروب والكحول بكميات كمان، كل يعني طبيعة الأكل كل إنسان هو اللي بيكون يعرف، إحنا دائما بنقول دخان مشروب أدوية المفاصل، ما عدا ذلك بين إيديك، اعمل دايري، اكتب شو اكلت، كيف شعوري، هذا الاكل ضايقني مرتين ثلاثه ببعد عنه. طب اذا عنده مرض بالمفاصل بده مضطر ياخذ، بده ياخذ معاه دواء للمعده، كل شيء له حل، كمان في ادويه مفاصل هلا ممكن يكون تاثيرها على المعده اقل كتير لانه العلم عم بتطور، عم بطلع ادويه جديده بين فتره والثانيه، ويعني اذا الناس بتتابع وبشوفوا الاطباء المتابعين ودائما اب تو ديت دائما في حل لكل شيء. طب الحمد لله الحمد لله. الناس اللي زارعين كبد
بيقدروا يصوموا؟ هلا الانسان اللي زرع كبد وتعدى مرحله الاوليه للعمليه وما صار رفض وبياخذ علاجات، المفروض انه عنده كبد صاغ سليم، هلا المفروض بيقدر يصوم. بس احنا مشكلتنا بالعلاجات، هدول الناس بياخذوا كثير علاجات، العلاجات بدها ترتيب بمواعيد معينه باوقات معينه، لانه الانقطاع عن العلاج لو نسي الشخص قد يؤدي الى رفض الكبد، واحنا ما بدنا ندخل هون بدايلما. ونفس الشيء في عنا كمان زي ما قلنا صوم وتصحوا، في عنا ليس على المريض حرج، فالانسان اللي مريض واللي تعبان ربنا من عنده يعني بيغفر له انه هو ممكن يعمل اشياء ثانيه يعوض فيها عن الصيام، الزكاه اللي يعطي يعني، وبالاخر الصيام صيام اللسان اهم شيء. طبعا صح. طبعا طب يعني تبعون الكبد اللي بزرعوا كبد ما بيرجع، ما بيكون يعني انسان يعني طبيعي 100% صحيا، الا بضل في عنده مشكله؟ لا، هو بضل شخص بياخذ علاجات لازم، بعضهم معرضين يرجع المرض حسب المرض والله. الاصلي بعضهم معرضين لكل الامراض الثانيه اللي زينا. شو المرض اللي بضرب الكبد وبخليه يعني بصير لازم واحد يزرع؟ كل الامراض، كل بين امراض الكبد الفيروسيه، بين امراض تشحم الكبد، بين امراض الكبد المناعيه، بين الامراض الوراثيه، في شيء بيجي من ايش معلوم. يعني المشروب، العلاجات الخاطئه اللي ممكن تضرب الكبد تؤدي الى تشمع، هاي اذا كانت على مده طويله طبعا، مش الادويه اللي بتنأخذ مره واحده او مرتين، الا اذا عملت فشل كبدي حاد، الأمراض المناعية في الكبد، أمراض الفيروسات BUC، أي مرض يؤدي إلى تشمع الكبد هو مرض بالآخر ممكن يوصل للمرحلة النهائية. أحيانا سرطان الكبد أول بداياته لما يكون مش متفشي، ممكن أنت تزرع الكبد وتحل مشكلة السرطان. فكتير في أمراض، أي مرض بيؤدي تشمع كبد ممكن يؤدي إلى فشل كبدي، وبالتالي المريض يكون بحاجة إلى زراعة كبد. اللي بزرعوا كبد عمليات زراعة الكبد قليلة، ما عم بيكون يعني كتير، تلاقي نادرا ما يتطابق الأنزيمات مع بعض إنه يصير فيه. هو كل اللي مطلوب إنه يكون تطابق بنوع الدم، ويكون الكبد اللي بده يتبرع كبد سليم، وفي فحوصات خصوصي نشوف نسبة إنه ما فيهوش شحوم، ما فيهوش أمراض، مش حاملين لفيروسات ثانية ممكن تأثر بعدين لما الواحد بياخد أدوية المناعة. وهاي العمليات قليلة صراحة كانت بالأردن لأنها مش متوفرة، فانت كان لازم تبعت المريض. لا لا لا، كان لازم تبعت المريض برا، بس في الوقت الحالي الحمد لله عندنا طاقم كامل بالخدمات الطبيه الملكيه، وبيشتغلوا زي التيمات اللي بتيجي من برا، وشغل مميز يعني. بس العمليات قليله شوي، مش زي العمليات بسبب عدم توفر الدونرز، الشخص اللي بده يعطي. يعني هون هلا الشغل لازم يبلش انه احنا نقتنع انه اللي عنده شخص لا سمح الله توفى او بحادث او لسه كبده سليم، انه يكون ما في مانع انه يتبرع لشخص ثاني بالطابق دمه مع دمه وينقذ حياه اخرى. يتبرع بكل شيء، مش بس بكبد، يتبرع بقرنيات، يتبرع برئه، يتبرع بقلب، يعني هون ممكن احنا نبلش نلحق العالم الاول بانه احنا يصير مفهومنا لهي الامور انها لا ما بتشوه الجثه، دينيا مش ممنوع ويعني انه نحترم تنقذ حياه ناس ثانيه. شو في هاي السرقه كل العمر بضلها معك؟ معلوم معلوم. دكتوره ميسه معكروش، اخصائيه جهاز هضمي وكبد، بشكرك على المعلومات الحلوه، واكيد رح نكون لنا لقاءات ثانيه نحكي عن الموضوع هذا. بنتشرف، وانا بشكركم كثير كثير، بشكر قناه رؤيا، بشكر حضرتك كمان انه يعني اعطيتونا الفرصه نحكي عن الموضوع. وكل عام والجميع بخير والصحه للجميع ان شاء الله، يبعد المرض. متابعين معكم، فاصل صغير وراجعين.